السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي طلابنا الأعزاء. اليوم راح نستكمل إن شاء الله مقرر مبادئ المحاسبة المحاضرة التاسعة. طبعا عنوان المحاضرة راح يكون العمليات على البضائع، المحاور، المعالج المحاسبي لعمليات الشراء، سواء تسجيل عملية الشراء، تسجيل المردودات المشتريات ومسموحات المشتريات. المحور الثاني هو المعالج المحاسبي لعمليات البيع، تسجيل عملية المبيعات، عمليات المبيعات ومردودات المبيعات ومسموحاتها. المحور الثالث والأخير هو الحسم على البضائع أنواعه والمعالج المحاسبي له. طبعا راح نشارك الشاشة مشان نحكي بتفصيل أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. إذن المحاضرة التاسعة راح تكون بعنوان العمليات على البضائع أو عمليات شراء وبيع البضائع. طبعا تقسم العمليات على البضائع إلى عمليات المشتريات والمبيعات. راح نتكلم نحن في محاضرتنا اليوم عن المعالج المحاسبي لعمليات الشراء وبيع البضاعة. طبعا البضاعة، المقصود بالبضاعة هي مجموعة السلع والمنتجات التي تقوم المنشأة بشرائها وبيعها. مجموعة السلع التي تقوم المنشأة بشرائها وبيعها بشكل متكرر، وتعكس طبيعة نشاط المنشأة الاقتصادي. طبعا عمليات البيع والشراء دائما وأبدا يكون هدفها الربح. إذا المحور الأساسي أو العملية الأساسية أو الهدف الأساسي من عمليات شراء وبيع البضاعة هو تحقيق الربح. فبالتالي المنشأة التي تعمل في مجال الألبسة بتكون البضاعة التي تقوم ببيعها أو شرائها هي خاصة بالألبسة. أما المنشآت التي تختص بصناعة الأثاث مثلا، فبالتالي تكون البضاعة بالنسبة لها التي تقوم بعمليات البيع والشراء عليها هي الأثاث. وكذلك بالنسبة للمنشآت التي تعمل في مواد غذائية والمواد حتى الغير غذائية وكل الأنشطة للمنشآت التي تقوم بإنتاجات مواد معينة تقوم ببيعها وشرائها، والهدف الأساسي منها تحقيق الربح. طبعا هذه العمليات سواء كانت بيعا أو شراء تستوجب معالجة محاسبية. في عمليات الشراء والبيع على البضاعة لدينا 4 حسابات رئيسية، هي حساب بضاعة أول المدة، والمقصود فيها البضاعة التي نبدأ بها نشاطنا أو تبدأ بها المنشأة عملها التجاري. المشتريات وهي البضائع التي تقوم بشرائها المنشأة خلال المدة أو الفترة المحاسبية أو السنة المالية. حسابات المبيعات، طبعا المبيعات هي كل البضائع التي تقوم بإنتاجها أو تقوم بالاستحواذ عليها بغرض بيعها لتحقيق ربح. حساب بضاعة آخر المدة وهو البضائع الموجودة في مخازن ومستودعات المنشأة الوحدة الاقتصادية في نهاية السنة المالية، نقوم بجرد ما تبقى من بضائع لم نستطيع من بيعها وتسمى بضاعة آخر المدة وتظهر لدينا في الميزانية. إذا رصيد حساب بضاعة آخر المدة يظهر في الميزانية. إذا بداية يجب أن نفرق ما بين المفهومين بضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة. طبعا بضاعة أول المدة كما تكلمنا هي البضائع الموجودة في المخازن في بداية السنة المالية أو بداية انطلاقة المشروع. أما بضاعة آخر المدة هي البضاعة الباقية التي لم نتمكن من تصريفها أو توزيعها أو حتى بيعها،
خلال السنة المالية. لذلك في نهاية السنة المالية كل ما هو باقي في المخازن يتم جرده وإظهاره في الميزانية على شكل بضاعة آخر المدة. طبعا بضائع آخر المدة في نهاية السنة المالية هي نفسها بضائع تصبح أول المدة في العام القادم أو العام التالي في بداية العام التالي. بضاعة 31/12/2011 هي نفسها بضاعة أول المدة، تتحول إلى بضاعة أول المدة ولكن في السنة التالية أي ب 1/1/2012. المعالجة المحاسبية للمشتريات. المقصود بالمشتريات هي مشتريات المنشأة من السلع والبضائع، وطبعا تعكس طبيعة عمل المنشأة. فبالتالي إذا كانت المنشأة تختص بالمواد الغذائية فإن مشترياتها تكون من المواد الغذائية. إذا كانت المنشأة تختص بصناعة الأثاث أو عدة صيانة أو محركات أو ما كذا فإن مشترياتها تكون بنفس المجال. طبعا حساب المشتريات يكون مدين حكما، وهذا تعلمناه في بدايات أو في المحاضرات الأولى من هذه المادة. تكلمنا على أن هناك طبائع خاصة لكل حساب يظهر ضمن طبيعته الأساسية. حساب المشتريات هو من الحسابات بطبيعته مدين، إذن بطبيعته يكون مدين فيظهر دائما في الطرف المدين من القيد المزدوج. تكون المشتريات العمليات على المشتريات هي إما شراء بضاعة نقدا، إذا تكون على عدة وجوه. الوجه الأول أن تكون المشتريات نقدا. الوجه الآخر هو أن تكون المشتريات أو البضاعة المشترى بموجب شيك على المصرف. الوجه الآخر هو شراء بضاعة على الحساب، والوجه الرابع هو شراء بضاعة بموجب تمبيالي أو ورقة تجارية. طبعا إن شاء الله راح نتكلم نحن عن بحث الأوراق التجارية مباشرة بعد بحث العمليات على البضائع، ونميز بين نوعين من الأوراق التجارية: الأوراق التجارية التي تختص بالمشتريات وتسمى أوراق الدفع، والأوراق التجارية التي تختص بالمبيعات وتسمى بأوراق القبض. سنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله. إذا لدينا 4 أوجه للمعالجة المحاسبية لعملية الشراء: الشراء نقدا، وشراء بموجب شيك، وشراء ببضاعة على الحساب، شراء بالآجل، وشراء بموجب تمبيالية أو ورقة تجارية. تكون المعالجة المحاسبية دائما المشتريات عند تسجيل عملية المشتريات، المشتريات دائما في الطرف المدين من القيد، والطرف الآخر هو إذا كانت بضاعة نقدا يكون الصندوق، إذا كانت بضاعة بموجب شيك على المصرف فالمصرف هو أو البنك هو الطرف الدائن، إذا كانت البضاعة على الحساب فإن الطرف الدائن هو دائنون، وبين قوسين نذكر اسم المورد للتمييز بين الدائنين. طبعا إذا كان شراء بضاعة بموجب تمبيالية وهي ورقة تجارية لها أساس استحقاق أو مدة زمنية للاستحقاق فتكون على شكل أوراق دفع، يظهر لدينا حساب اسمه أوراق دفع. تمام. أثناء عملية الشراء يتولد لدينا مصاريف خاصة بعملية الشراء. تكون هذه المصاريف متعلقة بشراء هذه البضائع، وبالتالي يجب أن يكون لها معالجة محاسبية. من هذه المصاريف هي عمولة وكلاء الشراء. العمولة وكلاء الشراء طبعا تظهر هذا المصروف يظهر نتيجة التعامل مع وكيل حصري لنستجلب منه البضائع أو المشتريات. كثير من الشركات الدولية أو العالمية أو الشركات الكبرى يكون لها وكلاء حصريين للتعامل مع بضائعهم. فلذلك عند الشراء من وكيل خاص لهذه البضائع يجب دفع عمولة لهذا الوكيل، وتعتبر مصروف بالنسبة للمنشأة. مصاريف نقل المشتريات، أيضا نتكلف على المشتريات بضائع المشتري مصاريف وأجور نقل.
رسم التأمين على المشتريات، قد ندفع لمؤسسة التأمين تأمين على هذه البضائع لنؤمنها من الحوادث، من الكوارث، من الحرائق، وبالتالي ندفع رسم لمؤسسة التأمين. الرسوم الجمركية، قد تكون هذه المشتريات ليست محلية من السوق المحلية وإنما من السوق الدولية، وبالتالي تستوجب علينا استيراد هذه المواد وبالتالي دفع رسوم جمركية لإدخالها. إذا هذه المصاريف التي تتولد أو الواجبة الدفع على عمليات شراء البضائع. طبعا في عملية المشتريات أو شراء البضائع يكون لدينا قيد الشراء، قيد مستقل تماما يتم إثباته وفقا لنوع الشراء نقدا أو بشيك أو على الحساب أو بكمبيالية، ويمكن أن نكتب قيد خاص ومستقل لمصاريف الشراء، وهذه المصاريف طبعا تكون مدينة وآلية الدفع تكون دائنة، سواء إذا كانت آلية الدفع هي دفع بشيك على المصرف أو بنقدا من الصندوق. نأخذ مثال على الحالة الأولى، حالة المشتريات. في 1/5 اشترت المنشأة بضاعة من التاجر سامر بقيمة 500 ألف ليرة سوري، وقد سددت القيمة كما يلي: 100 ألف نقدا، 200 ألف بموجب كمبيالية، طبعا مشتريات اشترت مشتريات وبالتالي أوراق الكمبيالية هي أوراق دفع، تستحق ب1/7 أي بعد شهرين من عملية الشراء، والباقي على الحساب، نفتح حساب دائنون، وقد دفعت المنشأة مصاريف الشراء نقدا، إذا لدي بمصاريف الشراء قيد مستقل وقد دفع نقدا. 5 آلاف عمولة وكلاء شراء، لدي 10 آلاف مصاريف نقل مشتريات. نعم، طبعا إذا حبينا نحلل العمليات المالية، اشترت المنشأة بضاعة، إذا لدي القيد الأول هو قيد المشتريات من التاجر سامر بقيمة 500 ألف، المبلغ هو 500 ألف، طبعا التاريخ هو 1/5، وقد سددت القيمة على 3 وجوه. الوجه الأول 100 ألف نقدا، إذا من حساب مشتريات إلى مذكورين 100 ألف نقدا، صندوق 200 ألف بموجب كمبيالي أوراق دفع تستحق ب1/7، والباقي على الحساب أي إلى حساب دائنون، الباقي هو 500 ألف ناقص 100 ألف ناقص 200 ألف، ويبقى لدي 200 ألف. إذا من حساب المشتريات إلى مذكورين، حساب الصندوق 100 ألف، أوراق الدفع 200 ألف، والدائنون التاجر سامر 200 ألف. وقد دفعت المنشأة مصاريف الشراء نقدا، لدينا قيد جديد من مذكورين، عمولة وكلاء شراء بقيمة 5 آلاف، ومصاريف نقل مشتريات 10 آلاف إلى حساب الصندوق. طبعا سداد مصاريف الشراء نقدا. يمكن دمج القيدين بقيد واحد، طبعا أنا شخصيا ما بحب هذه الطريقة لأنه بصير فيها خربطة، وإنما قيد إثبات المشتريات قد يكون يعني أصح أو حتى أنسب، وخاصة للطلاب المبتدئين يعني في المواد الأولى مبتدئة، يكون قيد إثبات المشتريات قيد مستقل تماما عن قيد إثبات مصاريف الشراء. طبعا الملاحظة أنه يمكن دمج القيدين مع بعضها بقيد واحد، هو من مذكورين مشتريات وعمولة مشتريات ومصاريف المشتريات إلى حساب الصندوق وأوراق الدفع والدائنون إلى آليات السداد المتنوعة. طبعا أثناء عملية الشراء ربما يظهر لدينا حسابات أخرى نتيجة المعاملة في الشراء، عند شراء بضاعة قد تظهر لدينا بعد استلام هذه البضاعة أن هناك جزء منها يشكو من عيب أو تلف أو بعيد عن المواصفات، المواصفات غير متطابقة. في
في هذه الحالة يكون لدينا خيار هو رد هذه المشتريات. رد هذه المشتريات، فبالتالي يجب أن يكون لدينا حساب مستقل يشمل مردودات المشتريات ويسمى بمردودات المشتريات. يكون هذا الحساب دائم لأنه عكس طبيعة المشتريات. المشتريات طبيعتها مديني، مردوداتها هو حساب معاكس للمشتريات، وبالتالي يكون طبيعته دائم. طبعا المردودات يتفق عليها بين البائع والمشتري ويتم ردها، وتستحق بنفس طريقة الدفع التي دفعت للمشتريات. إذا كانت المشتريات نقدا فالمردودات المشتريات يمكن إعادتها بشكل نقدي، إذا كانت المشتريات بورقة دفع أو آجل يمكن إعادة مردودات المشتريات بحسب طريقة دفع أو شراء المشتريات. نعم، تتم المعالجة المحاسبية لمردودات المشتريات وفق طريقة الشراء الأصلية، سواء كانت نقدا أو بورقة تجارية أو آجل. إذا كانت عملية شراء قد تمت بشكل نقدي، فالمردودات قلنا هي ذات طبيعة دائمة عكس المشتريات، وبالتالي تظهر في الطرف الدائم. رد البضاعة نقدا هو من حساب صندوق إلى حساب مردودات. إذا كانت العملية على الحساب فهي من حساب الموردون، نحمل المديونية أو نعيد المديونية للموردين بقيمة مردودات المشتريات. مثال بسيط، في 15/9 اشترت المنشأة، إذا نتكلم عن مشتريات، من محلات الشام بقيمة 300 ألف ليرة سوري نقدا. قيد إثبات المشتريات هو ب 15/9 من حساب المشتريات 300 ألف ليرة سوري إلى حساب الصندوق. في 20/9، تبين أن جزء من البضاعة المشترات تبين أن جزء من البضاعة المشترات مخالفة للمواصفات، إذا ليست مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وبقيمة 50 ألف ليرة سوري. إذا قيمة البضاعة الغير مطابقة للمواصفات هو 50 ألف ليرة سوري، فتم ردها، وبالتالي يظهر لدينا حساب مردودات المشتريات. طريقة الشراء كانت نقدا، وبالتالي عملية الرد تكون نقدا من حساب صندوق إلى حساب مردودات مشتريات بقيمة 50 ألف ليرة سوري. في 1/10 اشترت المنشأة، إذا عملية شراء أخرى، اشترت المنشأة بضاعة من التاجر وسام بقيمة 450 ألف ليرة سوري، سددت من قيمتها 150 ألف ليرة سوري نقدا والباقي على الحساب. إذا آلية الدفع كانت على طريقتين، جزء منها نقدي وجزء منها على الحساب. ب 15 تبين أن جزء من البضاعة المشترى بقيمة 60 ألف تالفي جزئيا، لذلك تم ردها للمورد وسام. إذا يكون لدينا قيمة المردودات، مردودات المشتريات التي تم ردها لوسام 60 ألف. قلنا نحن في عندنا 150 ألف دفعت نقدا، إذا راح نحسم منها جزء من هذه المشتريات بقيمة 60 ألف من حساب صندوق 60 ألف إلى حساب المورد، عفوا إلى حساب مردودات مشتريات بقيمة 60 ألف. ب 10/10 سددت المنشأة المستحق للتاجر وسام بموجب شيك على المصرف، إذا ما بقي للتاجر وسام هو ما بقي لديه. إذا نحن عندنا 450 ألف، تم دفع 150 ألف وتم رد 60 ألف، إذا بقي للتاجر وسام 240 ألف، تم سدادها بموجب شيك على المصرف من حساب إذا استحقت سدد للمصرف من حساب المورد وسام إلى حساب المصرف بمبلغ 240 ألف. طبعا بس نتأكد من المعلومات لأنه عمليات جمع وطرح،
بس لنتأكد كمان من المعلومات ومن القيود. إذا العملية الأولى ب 15/9 تمت عملية مشتريات دفعت نقدا بمبلغ 300,000 لمحلات شام. ب 20/9 تم رد قسم مردودات مشتريات، قسم من المشتريات بمبلغ 50,000، وذلك لأنها غير مطابقة للمواصفات. طالما العملية نقدية في المشتريات، إذا الرد يكون بشكل نقدي. ب 11 تم شراء جزء من البضائع من المورد وسام، وكانت آلية الدفع على شكلين، جزء منها نقدي وجزء منها آجل على الحساب. 50,000 طبعا كانت جزء المدفوع نقدا، والباقي 300,000 على الحساب. طبعا ب 15 تبين أن هناك جزء من البضاعة التالفة بقيمة 60,000، لذلك تم ردها للمورد وسام 60,000، رد بضاعة من التالفة إلى المورد وسام، وتخفيض مديونية وسام بقيمة البضاعة التي تم إعادتها بقيمة 60,000. طبعا المنشأة سددت مال وسام أو مستحقات وسام، ولكن مستحقات وسام هي كانت عندنا الدين هو 300,000، مطروح منه 60,000، إذا 240,000 باقي على المنشأة تم سدادها من المصرف أو بحساب شيك على المصرف. يكون القيد من حساب المورد وسام 240,000 إلى حساب المصرف 240,000 سداد باقي الدين. طبعا قد يظهر لدينا أحيانا في عمليات الشراء بضاعة تالفة بشكل جزئي، أو يوجد فيها عيب ممكن أن نتخطاه، ويتم الاتفاق بين المنشأة والمورد على إبقاء هذه البضائع بالمقابل أن نحصل على حسم أو خصم جزئي من قيمة هذه البضاعة، وبالتالي يكون لدينا هنا حساب جديد أو معاملة جديدة تسمى مسموحات المشتريات، ليست مردودات، لأنه لم يتم رد البضاعة، وإنما تم خصم جزء من قيمة هذه البضاعة التي تشكو من عذر معين، وبالتالي سميناها مسموحات على المشتريات. طبعا مسموحات المشتريات ذات طبيعة دائنة، لأنه تعامل معاملة مردودات المشتريات تماما، فتكون ذات طبيعة دائنة. المعالجة المحاسبية لها تقريبا نفس المردودات بالضبط. إذا كانت آلية الدفع نقدا بالصندوق، فتظهر المسموحات أيضا نقديا، يمكن استعادتها أو استعادة جزء من حق من ثمنها نقدا. طبعا إذا كانت عملية الشراء هي آجل على الحساب، يمكن تحميل المورد بمسموحات هذه المشتريات. مثال، راح نحل مثال. ب 1/3 اشترت المنشأة بضاعة، 1/3 اشترت المنشأة بضاعة من التاجر نادر بقيمة 130,000 ليرة سوري، سددت من قيمتها نقدا 30,000 ليرة سوري. إذا اشترت بضاعة من حساب مشتريات بقيمة 130,000، سددت من قيمتها نقدا 30,000 ليرة سوري. سددت من قيمتها 30,000 ليرة سوري، فبالتالي بقي لدينا 100,000 على الحساب. في 5/3 تبين أن هناك جزء من البضاعة المشتراة بقيت، أو عفوا، بقيمة 50,000 ليرة سوري غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها. تم الاتفاق مع نادر على أن يتم الاحتفاظ بها، أن يتم الاحتفاظ بها. نعم، أهلين عبد الناصر، سلامات. نعم، تبين أن هناك جزء من البضاعة المشتراة بقيمة 50,000 ليرة سوري غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وقد تم الاتفاق مع نادر على أن يتم الاحتفاظ بها
يتم الاحتفاظ بها، أي أنه لم يتم الاتفاق على ردها وإنما الاحتفاظ بها بمقابل الحصول على تخفيض من قيمتها 20%. إذا هكذا يمكن التمييز بين مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات. مردودات المشتريات يتم رد البضاعة وأخذ ثمنها، أما المسموحات المشتريات لا يتم رد البضاعة، وإنما يمكن تحصيل خصم أو تخفيض من قيمتها، يمكن الاستفادة من مبلغ نقدي بمقابل الاحتفاظ بها. طبعا التخفيض هو 20% من قيمة هذه البضاعة التي تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، 20% من أصل 50,000 ليرة سوري. سددت المنشأة المستحق عليها للتاجر نادر بموجب شيك على المصرف. طيب، إذا آليات العمل الأولى هو إثبات المشتريات من حساب مشتريات إلى آليات الدفع وهي الصندوق والحساب الآجل الدائنون نادر، من حساب مشتريات إلى مذكورين صندوق ودائنون. المشتريات التي تم شراؤها تبين أن جزء منها غير مطابق للمواصفات، وبالتالي تم تحصيل مسموحات عليها بقيمة 20% من أصل البضاعة الغير مطابقة للمواصفات وهي 50,000 ليرة سوري. وبالتالي نحسب نحن نسبة المسموحات، 50,000 ضرب 20% بيطلع عنا 10,000، وهي مسموحات مشتريات من حساب الدائنون إلى حساب مسموحات مشتريات بقيمة 10,000 ليرة سوري. بالثلاثين بعشرة ثلاثة عفوا بعشرة ثلاثين تم سداد كامل حساب نادر من حساب المورد نادر إلى حساب المصرف 90,000، وهو كامل حساب المورد. المثال الثاني أو الجزء الثاني من المثال، ب 15/3 اشترت المنشأة من محلات الجزيرة بضاعة بقيمة 500,000 ليرة سوري على الحساب، إذا مشتريات آجلي من حساب المشتريات إلى حساب الدائنون محلات الجزيرة بقيمة 500,000 ليرة سوري. ب 20/3 عند فحص البضاعة المشترى من محلات الجزيرة تبين بضاعة مخالفة لشروط الاتفاق بقيمة 150,000، وقد تم الاتفاق على رد، إذا رد ما قيمته 30,000، وبالتالي 30,000 هي مردودات مشتريات، والاحتفاظ بباقي البضاعة المخالفة مقابل التخفيض من قيمتها بمبلغ 10,000 ليرة سوري. إذا هون يعني ما أعطونا نسبة مئوية للحسم، لا أعطونا مبلغ نحتفظ بباقي البضاعة، ردينا لهم بضاعة ب 30,000، ما عندهم مشكلة يا جماعة، باقي البضاعة قال لي المورد احتفظ فيها وراح احسم لك 10,000 ليرة سوري. فال10,000 ليرة سوري هي مسموحات على المشتريات، ال30,000 ليرة سوري هي رد بضاعة أو رد مردودات مشتريات. وبالتالي تكون المعالجة المحاسبية على الشكل التالي مع محلات الجزيرة. إثبات المشتريات بالقيد الأول، من حساب مشتريات إلى الدائنون محلات الجزيرة بقيمة 500,000 ليرة سوري. عملية تخفيض المحلات الجزيرة بقيمة المردودات والمسموحات، المردودات والمسموحات من حساب دائنون لأنه العملية تمت الشراء بالآجل وبالتالي يتم الخصم بالآجل، إلى مذكورين المردودات هي 30,000 والمسموحات هي 10,000. سداد ما تبقى لمحلات الجزيرة، طبعا 500,000 ناقص 40,000 هي المردودات والمسموحات، تمام. يبقى لدينا 460,000 المستحق لمحلات الجزيرة تم سدادها بشكل نقدي، 230,000 من دائنون إلى الصندوق 230,000، وهي عملية سداد كامل المشتريات. وبالتالي يكون لدينا المحور الأول، أو انتهينا من المحور الأول للعمليات على البضائع، وهي إثبات المشتريات، مردودات المشتريات، ومسموحات المشتريات. ننتقل إلى المحور الثاني في المحاضرة وهو المبيعات.
طبعا المبيعات هي كل ما تنتجه المنشأة أو تقوم المنشأة ببيعه أو إعادة بيعه لتحصيل ربح معين. نعم، يظهر حساب المبيعات مثل ما بنعرف سابقا أخذنا أنه حساب المبيعات هو دائما حساب بطبيعته دائن، أي يظهر بالطرف الدائن في القيد المحاسبي. تكون عمليات البيع كمان لها عدة وجوه أو 4 وجوه أساسية: بيع البضاعة نقدا، راح ناخذ نفس آليات العمل على المشتريات ولكن بطريقة معاكسة، هي عمليات المبيعات. بيع بضاعة نقدا، بيع بضاعة بموجب شيك، بيع بضاعة على الحساب، وبيع بضاعة بموجب كمبيالية وهي ورقة قبض. نرجع بنذكر قلنا دائما وأبدا عمليات الشراء بكمبيالية هي عمليات تستوجب ورقة تجارية تسمى أوراق دفع. أما عمليات أو في حالة بيع البضاعة فتستوجب أو تسمى الكمبيالية في حالة بيع البضاعة بورقة قبض. ورقة قبض طبعا هني نوعين لأوراق التجارية: ورقة القبض وورقة الدفع. بيع بضاعة نقدا يكون القيد لدينا من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات، بيع بضاعة بموجب شيك من حساب المصرف إلى حساب المبيعات، بيع بضاعة على الحساب أو آجل بيكون من حساب الزبون أو الزبائن، ونذكر اسم الزبون بين قوسين للتمييز بينهما، إلى حساب مبيعات. إذا كان البيع بموجب كمبيالي تستحق بعد فترة معينة نسجلها من حساب أوراق القبض إلى حساب المبيعات، وعند استحقاق ورقة القبض يمكن تسجيل آلية السداد. إذا الوجه الأول بيع بضاعة نقدا، الوجه الثاني بيع بضاعة بموجب شيك، الوجه الثالث بيع بضاعة على الحساب، والوجه الرابع هو بيع بضاعة بموجب كمبيالية. كل عمليات بيع البضاعة قد يستوجب عليها دفع مصاريف معينة، هذه المصاريف هي مصاريف لنقل المبيعات أو البضائع المباعة، مصاريف عمولة وكلاء البيع، مصاريف الدعاية والإعلان، قد تقوم المنشأة بدعاية وإعلان لترويج لمنتج معين، وبالتالي هذه المصاريف يمكن أن تدفع للبضاعة المباعة. مصاريف اللف والحزم والتغليف حتى تصبح البضائع جاهزة لإيصالها للزبائن. كل هذه المصاريف نسجلها بقيد مستقل حسب آلية الدفع، من مذكورين هذه المصاريف إلى نقدية أو صندوق إلى صندوق أو إلى مصرف حسب آلية الدفع. طبعا مثل ما عالجنا موضوع المشتريات نعالج موضوع المبيعات، ويكون لدينا عند القيام بآلية البيع أو بعملية البيع قد يظهر بعض البضائع المباعة عدم تطابقها للمواصفات، أو ربما يظهر فيها عيب ما أو تلف، وبالتالي قد يقوم الزبون بإعادة هذه البضائع المباعة. فلنفتح حساب أو تكون مشمولة بحساب، هذا الحساب يسمى مردودات المبيعات، وهو حساب معاكس تماما لحساب المبيعات، وبالتالي يظهر تمام. راح نرجع نستكمل المحاضرة إن شاء الله، الجزء الثاني من المحاضرة. نبدأ بمشاركة الشاشة. تمام، كنا قد توقفنا عند مصاريف البيع والتوزيع، وقلنا هي مصاريف يمكن تسجيلها بقيد مستقل من حساب مصاريف إلى حساب آلية الدفع سواء كان صندوق أو مصرف. بالنسبة للبضاعة المباعة، قد تكون أحيانا غير مطابقة للمواصفات أو يشوبها عيب معين أو تلف أثناء التوزيع، فبالتالي ربما يقوم الزبون بإعادة هذه المبيعات. عند إعادتها نفتح حساب
لها ويسمى حساب مردودات المبيعات، وهذا الحساب معاكس تماما للمبيعات ويكون ذو طبيعة مدينة. يسجل كقيد محاسبة من حساب مردودات المبيعات إلى حساب صندوق. طبعا راح نلاحظ أنه تقريبا نفس معاملة مردودات المشتريات ولكن بطريقة معكوسة. إذا تمت عملية البيع على الحساب، طبعا هون من حساب مردودات المبيعات إلى الصندوق، إذا كانت المبيعات نقدا، القيد أو الحالة الأخرى الثانية هي من حساب مردودات المبيعات إلى مدينون الزبائن إذا كانت عملية البيع على الحساب. ربما يشوب بعض البضائع المباعة عذر ما، تلف، غير مطابقة للمواصفات، ولكن الزبون لا يقوم برد البضاعة وإنما يتفق مع المنشأة على أن يحتفظ بهذه البضاعة المباعة بمقابل تحصيل خصم معين أو حسم معين أو سماح بمبلغ معين لهذه المبيعات، وبالتالي يكون لدينا حساب آخر هو مسموحات المبيعات، وهي تقريبا نفس معاملة مردودات المبيعات ولكن تختلف طبيعة هذا الحساب بأنها إبقاء البضاعة المباعة عند الزبون بمقابل أن يتم خصم جزء من قيمة هذه البضاعة، حسم قسم من قيمة هذه البضاعة. نعم، طبعا القيود المحاسبية حسب آلية الدفع كمان من حساب مسموحات المبيعات إلى الصندوق إذا كانت عملية البيع نقدا، ومن مسموحات مبيعات إلى مدينون إذا كانت آلية البيع على الحساب. رح نستذكر مع بعض كمان نحل مثال. في بعض العمليات تمت في منشأة شام، بواحد خمسة باعت منشأة بضاعة للزبون سعيد ب 300 ألف ليرة سورية، قبضت من قيمتها 100 ألف نقدا والباقي بموجب كمبيالية. طبعا باعت كمبيالية، أي أنها ورقة، الكمبيالية هون ورقة قبض، لأنه دائما المبيعات تستوجب ورقة قبض. وقد دفعت المنشأة نقدا مصاريف البيع والتوزيع. تمام، إذا عندي قيدين، القيد الأول هو إثبات المبيعات من حساب من مذكورين النقدية وأوراق القبض، من النقدية وأوراق القبض إلى حساب المبيعات بمبلغ 300 ألف. القيد الثاني من حساب من مذكورين مصاريف نقل المبيعات وعمولة وكلاء البيع بنسبة 2% من قيمة المبيعات، 2% نضربها ب 300 ألف بيطلع معنا 6000. إذا من مذكورين 10000 مصاريف نقل مبيعات و6000 عمولة وكلاء بيع إلى تم الدفع نقدا إلى حساب الصندوق. في 5/5 رد الزبون سعيد بضاعة مخالفة للمواصفات قيمتها 20000. شلون أنا عرفت أنه هاي حساب مردودات مبيعات؟ لأنه تم ذكر كلمة رد الزبون أي مردودات مبيعات. طبعا قيد مردودات المبيعات هو تقريبا نفسه قيد مسموحات المبيعات، ولكن في خلاف في آلية حساب المبلغ. باعت المنشأة بضاعة لمحلات الحسن على الحساب. إذن لدينا مرحلة أخرى، المرحلة الأولى هي بيع بضاعة لمحلات للزبون سعيد، المرحلة الثانية هي بيع بضاعة لمحلات الحسن. القيود المحاسبية للزبون سعيد راح تكون على الشكل التالي: إثبات عملية المبيعات من مذكورين الصندوق وأوراق القبض إلى حساب المبيعات، حساب أو قيد إثبات مصاريف البيع من مصاريف نقل المبيعات وعمولة وكلاء البيع قيمة المبيعات ضرب نسبة الوكيل يطلع معنا 6000، 10000 و6000، 16000 إلى حساب الصندوق، دفعت هذه المصاريف نقدا. من حساب مردودات المبيعات إلى حساب الصندوق، طبعا تم رد بضاعة بمبلغ 20000 ليرة سوري، وآلية الدفع كانت نقدا وبأوراق قبض، لذلك تم استرداد قيمة المردودات نقدا. العملية الثانية أو الجزء الثاني
الجزء الثاني من المسألة، باعت المنشأة بضاعة لمحلات الحسن. إذا مبيعات لمحلات الحسن بقيمة 400,000 ليرة سوري. أبلغت محلات الحسن المنشأة أن نصف البضاعة المشترى مخالفة للشروط. إذا نصف البضاعة يعني 200,000 مخالف للشروط. تم الاتفاق على أن تحتفظ أي أنها مسموحات مبيعات. لو ذكر بأنه رد كان عندي مردودات مبيعات، طالما احتفظ فيها معناته مسموحات مبيعات. على أن تحتفظ محلات الحسن بالبضاعة المخالفة مقابل أن تقوم المنشأة بالتخفيض لها من قيمتها بنسبة 15%. إذا 15% من أصل ليس 400,000 وإنما 200,000، لأنه نصف البضاعة فقط طلعت مخالفة للمواصفات. وبالتالي تكون القيود المحاسبية لمحلات الحسن نعم من حساب الزبائن إلى حساب المبيعات، لأنه لم يتم ذكر آلية الدفع نقدا. إذا لم تذكر نقدا فبالتالي هي عملية بيع على الحساب. ظهر ما لدينا نصف البضاعة غير مطابقة للمواصفات، وبالتالي أخذنا عليها مسموحات بقيمة 15% من قيمتها. 15% من أصل 200,000 هو 30,000، وبالتالي يكون لدينا من مسموحات مبيعات إلى حساب الزبائن 30,000. باقي لمحلات الحسن أو على محلات الحسن هو 370,000، لأنه قيمة المبيعات هي 400,000، حسمنا منها أو حذفنا منها 30,000 مسموحات مبيعات. بقي لدينا عند محلات الحسن 370,000 تم سدادها بشيك على المصرف. طبعا عند استحقاق أوراق القبض، دائما أوراق القبض وأوراق الدفع لها تاريخ استحقاق معين. إذا عملية باعت محلات بعشرة خمسة، باعت لمحلات الحسن أو عفوا لسعيد، ورقة القبض كانت على سعيد بواحد خمسة، تستحق بعد شهر أي بواحد ستة. بواحد ستة تاريخ استحقاق الكبية لسعيد، قامت المنشأة بتحصيلها نقدا. إذا من حساب أوراق قبض عفوا من حساب الصندوق إلى حساب أوراق قبض، وهي تحصيل قيمة أوراق القبض المسحوبة على سعيد نقدا 200,000. تمام، هيك بكون أنهينا محورين من المحاضرة. المحور الأول هو المشتريات ومردوداتها ومسموحاتها، ومن ثم المحور الثاني هو العمليات على المبيعات ومردوداتها ومسموحاتها. راح نتكلم عن المحور الثالث في المحاضرة. والمحور الأخير هو المعالجة المحاسبية لعمليات الحسم على البضاعة. عمليات الحسم، طبعا الحسم هو مقدار التخفيض في قيمة البضاعة التي يتحصل عليه، سواء كنا كمشتري منشأة كمشتري أو كبائع. يوجد لدي أنواع للحسم. نعم، تكون هذا الحسم دائما وأبدا بهدف تشجيع العملاء على شراء كميات أكبر، أو بهدف تصريف بضاعة راكدة، أو بغرض تشجيع العملاء على التعجيل بدفع ما عليهم خلال مدة محددة. قد نتفق على دفع في تاريخ معين، يمكن أن نخصم للعميل مبلغ معين إذا سرع بعملية الدفع. طبعا أنواع الحسومات، لدينا ثلاث أنواع للحسومات، هو الحسم التجاري النوع الأول، والنوع الثاني هو الحسم النقدي، والنوع الثالث والأخير هو الحسم كمي أو حسم الكميات بدل حسم الثمن. طبعا راح نركز في محاضرتنا على الحسم التجاري والحسم النقدي لأنه الأكثر تداولا في العمليات المحاسبية. الحسم التجاري والحسم النقدي. الحسم التجاري طبعا هو التخفيض في قيمة البضاعة المباعة، ولا يسجل في الدفاتر المحاسبية. إذا يمكن تفعيله على أرض الواقع، ولكنه لا يظهر في الدفاتر المحاسبية. تظهر
أثر هذا الحسم، ولا يظهر الحسم كحسم. طبعا الحسم التجاري عم نحكي. فبالتالي دائما وأبدا الحسم التجاري لا يذكر في الدفاتر المحاسبية. مثال على ذلك، قامت المنشأة بشراء بضاعة على الحساب من المورد عمار بقيمتها 500 ألف ليرة سوري بحسم تجاري 10%. نحن بنحسب الحسم التجاري، العشرة بالمية هو دائما وأبدا بيكون عندي 50 ألف من قيمة 500 ألف، ففورا بتقطع قيمة الحسم من قيمة البضاعة. 500 ألف بنطرح منها 50 ألف، يبقى عندي 450 ألف صافي المشتريات، وهذا ما يظهر في الدفاتر المحاسبية أو في المعالجة المحاسبية، ويظهر لدينا القيد من حساب مشتريات إلى حساب المورد بقيمة 450 ألف ليرة سوري. لا يتم الذكر أو كتابة قيد للحسم التجاري، وإنما يتم الإشارة إليه فقط في شرح هذا القيد. شراء بضاعة على الحساب بحسم تجاري، ومن المفترض نذكر قيمة أو نسبة هذا الحسم التجاري. إذا النوع الأول هو الحسم التجاري، والذي يقتطع مباشرة، لا يظهر في التسجيل المحاسبي أو لا في القيود المحاسبية، وإنما يظهر أثره في التسجيل. نقتطع الحسم مباشرة من قيمة المشتريات، وبالتالي صافي المشتريات هو الذي يظهر لدينا في الدفاتر المحاسبية. نعم، تم بيع بضاعة للزبون. طبعا الحسم ممكن أن يكون على المبيعات وعلى المشتريات. الجزء الأول من المثال كان حسم مستفاد منه على المشتريات. تم بيع بضاعة للزبون حسان نقدا بقيمة 320 ألف ليرة سوري بحسم تجاري 20 ألف ليرة سوري. طبعا حسم تجاري فورا مباشرة بتقتطع عن المبلغ الحسم من المبلغ الكلي 320 ألف، نطرح منها 20 ألف، يبقى لدي 300 ألف ليرة سوري هي قيمة المبيعات المباعة للزبون حسان، وهي التي تظهر في الدفاتر المحاسبية وفقا للقيد المحاسبي من حساب الصندوق 300 ألف ليرة سوري إلى حساب المبيعات. بيع بضاعة نقدا للزبون حسان بحسم تجاري، بحسم تجاري، يمكن أن نذكر المبلغ هذا الحسم. النوع الثاني، النوع الثاني من الحسم على البضائع، وهو الحسم النقدي، أو هو حسم تعجيل الدفع والإسراع بعمليات الدفع، الذي يمكن أن نخصم للزبون مبلغ معين في مقابل أن يسرع في عملية السداد، أو يمكن أن نستفيد من المورد بأن نسدد له قبل الأجل المعين للسداد، ونستفيد منه خصم معين. وبالتالي يكون لدينا الحسم النقدي هو حسم على بضائع المبيعات وحسم على المشتريات، وبالتالي يكون له نوعين، إما ربح للمنشأة أو خسارة للمنشأة. إما أن يكون حسم ممنوح على المبيعات، وبالتالي يكون هذا الحسم الممنوح هو مصروف وبالتالي هو خسارة للمنشأة، وإما أن يكون حسما مكتسبا على المشتريات، حسم مكتسب وبالتالي هو إيراد أو ربح للمنشأة. إذا الحسم النقدي أو حسم تعجيل الدفع هو على نوعين. النوع الأول هو الحسم الممنوح، والذي يكون مدين وهو خسارة بالنسبة للمنشأة لأنه مصروف واجب الدفع. عند سداد أحد الزبائن دفعة نقدية خلال فترة الحسم، وبالتالي يتم إثباته بالقيد من حساب مذكورين الصندوق، وحسم ممنوح إلى الزبائن. إذا هذا الحسم هو مصروف على المنشأة وهو خسارة للمنشأة، ذو طبيعة مدينة، يظهر في الطرف المدين. عندما يسدد الزبون قيمة المبيعات، قيمة البضاعة المباعة له قبل الأجل المسموح به، فبالتالي تعطيه المنشأة حسم ممنوح، تعطيه أو تخصم له جزء
من قيمة هذه المبيعات، ويكون هذا مصروف بالنسبة للمنشأة أو خسارة يظهر في طرف المدين، والمعالجة المحاسبية تكون من حساب مذكورين، حساب الصندوق بقيمة المبلغ المسترد من الزبون، وحسم ممنوح هو ما تم حسمه للزبون لتعجيله أو تسريعه بعملية الدفع. مثال على ذلك، باعت المنشأة بضاعة على الحساب بمبلغ 500 ألف ليرة سوري للزبون فادي بحسم نقدي 5% إذا تم السداد خلال 10 أيام، أي المبلغ الذي سوف يسدده خلال 10 أيام يحسم له من قيمته 5% باستفادة. طيب، الزبون في 5/6 سدد الزبون فادي اللي بعناه ما قيمته 200 ألف، إذن المبيعات بشكل عام هي 500 ألف، ولكن فادي ما استطاع أنه يسدد سوى 200 ألف، عجل بدفع 200 ألف نقدا، وبالتالي أصبح مستحق للخصم النقدي على 200 ألف. طبعا القيد الأول هو إثبات المبيعات من حساب الزبون فادي إلى المبيعات، قيد إثبات المبيعات. القيد الثاني هو ب5/6 سدد الزبون قيمته 200 ألف واستحق عليها خصم نقدي، لأن ب5/6 أي ضمن مهلة 10 أيام، فبالتالي استحق عليها حسما ممنوح، ويكون قيمة هذا الحسم الممنوح 200 ألف مضروب ب5% أي أنه 10 آلاف، وبالتالي 10 آلاف حسم ممنوح من أصل 200 ألف هي على الزبون، حسم منها 10 آلاف وسدد ما قيمته 190 ألف بشكل نقدي. طيب، ممكن للمنشأة أن تمنح الحسمين معا، حسم تجاري والحسم النقدي. الحسم التجاري مثل ما حكينا لا يظهر في المعالجة المحاسبية وإنما يظهر أثره، الحسم النقدي يظهر في المعالجة المحاسبية. طبعا في المثال السابق سدد فادي كامل ما عليه عن طريق شيك بالمصرف وهو ما قيمته او المتبقي من البضاعه 300 الف ليره سوري. طبعا اظهار الحسمين، الحسم التجاري والحسم النقدي مباشره او معا بنفس المعالجه، باعت المنشاه بضاعه على الحساب بقيمه 400 الف ليره سوري لمحلات السعد بحسم تجاري 10% وحسم نقدي 5% عن المبالغ المسددة خلال أسبوع. دائما وأبدا الحسم النقدي مرتبط بفترة سداد، إذا الحسم النقدي مرتبط بفترة سداد، بينما الحسم التجاري يعتمد على قدرة الزبون على المكاسرة، يعني لما نفوت على أي محل يطلب منا مبلغ معين أو قيمة معينة لأي بضاعة، فبصير في جدال وفي أخذ ورد بين الزبون وبين صاحب المحل، وبالتالي يتم الاتفاق على سعر آخر غير السعر البدائي أو كان مطروحا، فيسمى هذا الخصم بالخصم التجاري. خصم تجاري أي أنه تم خصم قسم من العملية التجارية لترويج للبضاعة أو لتصنيف هذه البضاعة، بينما الحسم النقدي هو حسم تعجيل الدفع يستوجب فترة سداد معينة، دائما وأبدا مرتبط ب فترة سداد لا يمكن الاستفادة منه إلا إذا كان ضمن فترة السداد المستحقة. إثبات عملية البيع البضاعة من حساب المورد محلات السعد إلى حساب مبيعات 400 ألف وهو قيد الإثبات، عفوا ليس 400 ألف، ليس 400 ألف، وإنما تخصم منه الحسم التجاري فورا 10%، 10% بنخصم منه 40 ألف، وبالتالي بيظل لدينا 360 ألف تظهر في الدفاتر للمنشأة. في 7/4 سددت محلات السعد نصف المستحق عليها بموجب شيك، إذا لم يستطع أن يسدد كامل المبلغ، وإنما سدد جزء من هذا المبلغ وهو نصف المبلغ المستحق عليه. طبعا نصف المبلغ المستحق هو 360، نصه راح يكون عندنا 180 ألف.
180 ألف ونصف هذا المبلغ. سدد النصف، لذلك خلال فترة أسبوع إذا استفاد من الحسم النقدي، لأنه من 1 لـ 7 هي فترة أسبوع، فاستفاد من الحسم النقدي. يحسب الحسم النقدي على المبلغ المسدد على 180 ألف، وبالتالي تكون المعالجة المحاسبية من المذكورين، طبعا سدد عن طريق شيك في المصرف، من مذكورين المصرف والحسم الممنوح. نحسب الحسم الممنوح وهو نصف المبلغ المتبقي وهو 180 ألف، طبعا 360 ألف نصفه 180 ألف مضروب 5% بيطلع عندنا الحسم النقدي هو 9 آلاف. إذا المبلغ المتبقي على محلات السعر أو اللي سددها 180 ألف، استفاد من 9 آلاف كحسم، وبالتالي دفع بشيك 171 ألف للمصرف، طبعا للمنشأة. الحسم المكتسب، حكينا عن نوعين للحسم النقدي، هو النوع الأول هو الحسم الممنوح، وهو دائما يكون على البضائع، الحسم الممنوح وهو دائما يكون على البضائع. الحسم الممنوح يكون دائما على البضائع. إذا النوع الأول هو الحسم الممنوح، النوع الثاني هو الحسم المكتسب، والحسم المكتسب مثل ما حكينا نحن أنه هو على المشتريات، وبالتالي يشكل إيراد للمنشأة أو ربح، وتكون طبيعته دائن، فيكون عند سداد المنشأة دفعة نقدية للمورد، طبعا حسم نقدي هو نستفاد منه فقط عند تحقيق شرط السداد، عند تحقيق شرط السداد، أي إذا تم سداد المنشأة للمبالغ المترتبة عليها خلال فترة السداد المتفق عليها. عند سداد المنشأة دفعة نقدية للمورد عن طريق صندوق أو المصرف، يتم إثبات القيد التالي من حساب المورد أو الموردين إلى مذكورين الصندوق أو المصرف، والحسم المكتسب ما تم الاستفادة منه أو الربح أو المبلغ الذي خصم على المشتريات. طبعا إذا سددت المنشأة الموردين خارج مدة الحسم المتفق عليها فلا تستفيد من أي خصومات. طبعا مثل ما حكينا الحسم النقدي دائما وأبدا مرتبط بفترة سداد. مثال على ذلك، في 5/9 اشترت المنشأة بضاعة على الحساب، اشترت المنشأة بضاعة على الحساب، فبالتالي نحن نتكلم عن مشتريات على الحساب من المورد عصام بقيمة 300 ألف ليرة سوري بحسب نقدي 4% إذا تم السداد قبل 30/9. إذا الشرط أن يتم السداد قبل 30/9. القيد الأول هو إثبات عملية الشراء من حساب مشتريات إلى حساب المورد عصام بقيمة 300 ألف ليرة سوري. طيب، ب 20/9 سددت المنشأة نصف المستحق عليها بموجب شيك. إذا سددت المنشأة نصف المستحق عليها، 300 ألف لم تستطع أن تسددها بالكامل، وإنما سددت نصفها 150 ألف قبل 30/9، وبالتالي تستحق الخصم المكتسب أو الحسم النقدي المكتسب 4% من قيمة 150 ألف، ويتم حسابه بالشكل التالي، طبعا من حساب الموردين إلى حساب المصرف وحسم المكتسب. الحسم المكتسب اللي استفادت منه المنشأة هو نصف كمية المشتريات مضروبة ب 4%، 6000، 6000 حسم مكتسب. نحن عندنا المبلغ الكلي 150 ألف، إذا المنشأة تسدد فقط 144 ألف للمورد، استفادت من حسم بمبلغ 6000 ليرة سوري. طيب، إذا تم السداد قبل 30/9، طيب 30/9 مشمول؟ أكيد لا، 30/9 ليس مشمول، لأنه حصرا لازم يكون قبل 30/9، وبالتالي ب 30/9 سددت المنشأة المتبقي عليها المورد عصام
إذا الجزء الثاني من المشتريات لم تستفيد المنظمة من الخصم المكتسب، أو لم تستفيد من أي حسم نقدي، لذلك تسدد كامل القيمة وهي مبلغ 150 ألف نقدا من حساب المورد إلى حساب صندوق بمبلغ 150 ألف لرسوله نقدا، ولم تستفيد أبدا من الخصم النقدي. طيب، يمكن للمنشأة أن تتحصل على المشتريات بنوعي الحسم التجاري والنقدي. نعم، يمكن للمنشأة أن تستفيد من الحسمين معا في المشتريات. مثال 15/7 اشترت المنشأة بضاعة على الحساب بقيمة 315,000 من محلات الباشا بحسم تجاري 15,000. إذا بضاعة من حساب المشتريات إلى حساب محلات الباشا 315,000، استفدنا مع خصم تجاري 15,000. إذا تظهر العملية ب 300,000 ليرة سورية فقط، لأنه تم خصم الحسم التجاري مباشرة ولا يظهر في الدفاتر المحاسبية. طبعا، وإن تحصل على حسم نقدي 4% على المبالغ المسددة خلال أسبوع. العملية تمت ب 15/7، إذا حتى 22/7 ممكن نستفاد احنا من الخصم. ب 20/7 سددت المنشأة المستحق عليها لمحلات الباشا نقدا، ما تبقى 300,000 سددتها بالكامل، إذا تستحق عليها خصم مكتسب بمبلغ بنسبة 4% ويتم حسابه على الشكل التالي. إذا إثبات المشتريات بعد الحسم التجاري ب 300,000 ليرة سوري من حساب مشتريات إلى حساب دائنون، شراء بضاعة على الحساب وبحسم تجاري. طبعا، عند فترة السداد النهائية من حساب دائنون إلى صندوق وحسم مكتسب، تم تحصيل حسم مكتسب لأنه تم السداد خلال فترة الأسبوع. 300,000 ضرب 4% 12,000، يكون قيمة الحسم 12,300 ناقص 12,000، يبقى لدينا 288,000 هي ما تم دفعه فعلا من قبل المنشأة إلى المورد. وهيك بكون انتهت عنا المحاضرة التاسعة بإذن الله. المحاضرة كان محور الكلام فيها عن المعالجة المحاسبية للبضائع بعمليات الشراء والبيع، إثبات عملية الشراء ومردودات المشتريات ومسموحات المشتريات، المعالجة المحاسبية للمبيعات وإثبات المبيعات ومردودات المبيعات ومسموحات المبيعات، أنواع الحسوم على البيع والشراء، عندنا حسم تجاري وحسم نقدي وحسم على الكميات. طبعا رح نتكلم فقط عن الحسم التجاري والحسم النقدي، يعني تكلمنا بهالنوعين لأنه أكثر تداولا في العمل المحاسبي. الحسم التجاري لا يظهر أبدا في الدفاتر المحاسبية، وإنما يظهر أثره، أثر الحسم التجاري، فورا بنسجل بصافي المبيعات أو صافي المشتريات. الحسم النقدي يكون هو حسم تعجيل الدفع دائما وأبدا للاستفادة منه، يكون مربوط بشرط معين يجب تحقيق هذا الشرط. الحسم النقدي يكون على نوعين أو شكلين، إما حسما ممنوحا على المبيعات تعطيه المنشأة للمبيعات، تمنحه للمبيعات أو للزبائن، وهو يشكل مصروف وخسارة للمنشأة، لذلك يكون هذا الحساب مدين. والنوع الثاني هو خصم مكتسب، طبعا يكون هو ربح للمنشأة وبالتالي تستفيد منه المنشأة، ويكون دائن ويظهر في الطرف الدائن. الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. هيك بكون انتهت المحاضرة، ومشكورين جدا لحسن الاستماع. الله يعطيكم العافية.